ومن قلبي علت وضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت أوصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن مشاهدي الكرام الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في ظل عدم استقرار أمني وتوتر سياسي بين التنظيمات السياسية الموجودة على الساحة المصرية والتي تشهد تجاذبا وتصارعا وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات سبع لقاءات من الحوار الوطني ماذا دار فيها؟ الحوار الوطني كيف بدأ وإلى أي شيء انتهى؟ تعالوا مشاهدي الكرام لنتعرف على كواليس هذه الأمور مع ضيف العزيز الأستاذ مجدي حسين رئيس حزب العمل الجديد ورئيس تحرير جريدة الشعب نورنا دكتور أهلا بك مرحبا الله يحفظك الله يحفظك ماذا تريد أن تقول في بداية هذا اللقاء وأنت كرئيس لحزب العمل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يسعدني في هذا اللقاء مع مشاهدينك الكرام أن نقول أننا في مرحلة فيها انعطافة حقيقية وإن شاء الله مصر تنتقل من مرحلة الفوران والثورة اللي كانت مطلوبة في المرحلة السابقة إلى الهدوء والاستقرار نحن الآن نسعى للاستقرار والهدوء وبناء مصر وأن نجعل من إقرار الدستور فرصة للانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة سنتين من الحياة الانتقالية كافية تماما نريد أن ننطلق في البناء والتنمية ومصر متأخرت كثيرا وترتيبها في التنمية البشرية 123 في العالم وهذا الترتيب لا يليق بمصر نحن نريد أن ننطلق نريد أن نجمع كل الفرقاء على قلب رجل واحد قدر الإمكان في إطار الجماعة الوطنية من أجل التقدم بمصر الأمام وعدم الغرق في الخلافات الجانبية ونجعل من الممارسة الديمقراطية فرصة لممارسة هذه الخلافات بشكل مؤسسي وليست في حروب شوارع واضطرابات وإغلاق ميادين يعني هذه المرحلة انتهت ولابد أن نبدأ صفحة جديدة من البناء طالما أن في انتخابات حرة وفي مؤسسات ديمقراطية ممكن أن نمارس من خلالها الخلاف والصراع الأقلية والأغلبية بشكل صحي طيب أستاذ مجدي ونحن على يعني اقتراب الذكرى الثانية لثورة 25 يناير قد نرى بعض المؤيدين للثورة فيما سبق يتراجعون ويتذكرون كلمة الرئيس السابق أنا أو الفوضى ويترحمون على أيامه بما تفسر هذا التراجع؟ لا الحقيقة احنا تجاوزنا هذه المرحلة بمعنى أن عودة النظام السابق أصبحت مستحيلة بإذن الله ويعني تجاوزنا ما فارق الطرق هذه وبالتالي لا أعتقد أن الملل من من حرب الشوارع وحروب الشوارع ومظاهرات الشوارع ممكن يبقى حاجة إيجابية مش سلبية ده مش ملل من الثورة الثورة لابد أن تنتهي إلى عملية بناء الثورة فيها جزء هدم وجزء بناء الآن بس المشاعر تختلط عند الناس مرحلة الهدم تنتهي بنبدأ مرحلة البناء وأدواتها مختلفة يعني الآن ليست البطولة أن أنا أروح أقف أسد شارع وأعمل مظاهرة البطولة أن أؤسس لجنة حزبية للحزب اللي أنا أنتمي لي في حي جديد أو في قرية جديدة البطولة والمفيد للبلد أنك تأسس جمعية خيرية تخدم منطقة معينة أو تقدم فكرة معينة أن ترسل مزيد من المندوبين يمثلون فكرك في البرلمان أو في المجالس المحلية أو في النقابات يعني هذه المؤسسات التي طمرها النظام السابق وعادت فعلينا أن نمارس الآن
لا ينكر أحد أننا نمارس في الحرية الكاملة في بناء التنظيمات والعمل النقابي وعمل الجمعيات. والآن من حق أي إنسان أنه يصدر صحيفة بمجرد الإخطار. نعم. فما الداعي؟ يعني إذن لغة الشوارع لابد أن تتوقف. وهذا ليس دائما ما بعتبروش يأس أو ملل، لكن في يمكن السؤال حضرتك يتجه لشريحة من الناس أصابها النوع من الضيق. نعم، أن الأهداف لم تحقق. لا، الأهداف الثورة لم تتحقق. تمام. فطبعا دي لابد من معالجتها فعلا، لابد من عملية البناء والتنمية تأخذ شكل تعبئة شعبية، هي حرب لا تقل عن حرب الحرب العسكرية. نريد أن نبني مدن جديدة، نشق طرق جديدة، نبني مصانع جديدة ومناطق صناعية جديدة، نعمر سيناء، نذهب إلى الصحراء الغربية في مناطق المجاورة للوادي الجديد اللي فيها مياه تحت الأرض ونزرع. يعني عايزين حراك من نوع آخر، حراك من نوع جديد. الحقيقة أن الناس محقة في أن التقدم على هذه المحاور ليس بالمعدلات الكافية. حقيقة أن الثورة المضادة عملت لنا عراقيل وبتعمل لنا فوضى وبتعمل لنا لخبطة في سعر الجنيه وإلى آخره، في أصابع أجنبية بتعبس في البلاد، لكن هذا لا يبرر. لابد أن يكون لنا خطة عمل بالضبط. نعم. ولابد أن الدولة يكون لها دور في التنمية، ولابد أن المواطن بعد مرور هذا الوقت يحس ببدايات. مش هقولك ما فيش مشاكل بتتحل في 6 شهور، لكن أنا بحس أن أنا محطوط على الطريق الصحيح. فهذه الفجوة اللي موجودة. ولعل اجتماع اليوم اللي هو بيسموه ايه، مجلس التنمية الاقتصادية اللي أسسه الرئيس، يكون فرصة للانكباب على النواحي الاقتصادية. اليوم كان في أول اجتماع، أو أمس يمكن أول اجتماع لهذا المجلس التنمية، ده غير المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي منصوص عليه في الدستور. نعم. ده مجلس تبع للرئاسة، المفروض يهتم بالخطة التنمية. لا يجوز أن نترك الاقتصاد للصدف، بمعنى إن في مستثمر أجنبي لديه رغبات معينة أو مستثمر مصري لديه رغبات معينة. لابد أن تكون هناك خطة عمل. وهذا موجود في البلاد الرأسمالية الآن. لأن في ناس متصورة أن هذا مرتبط بالنظم الاشتراكية أو الشيوعية. لا، هذا تم إدراك أن أهمية وجود خطة خمسية، أن هذه السنة الأولى هفعل فيها كذا، السنة الثانية هعمل فيها كذا. وهذا حصل في ماليزيا، حصل في تركيا، حصل في كل النمور الآسيوية، حصل في أمريكا اللاتينية. طيب دكتور، يعني أستاذ مجدي، يعني هل صحيح بأن الرئيس السابق كان هو المشكلة الكبرى والوحيدة، وهو يعني حجر العثرة أمام التقدم؟ ولو كان كذلك، لماذا يسود الاعتقاد بأن سفينة مصر ما بعد مبارك لم تقلع إلى هذه اللحظة، وأن هناك يعني ضبابية في المشهد السياسي المصري؟ هذه الضبابية تتدفق في شوارع مصر تقريبا كلها بوابل من الأسئلة والشكوك والمخاوف. بالعكس، هو يعني التعثر اللي بيحدث مش نتيجة ان كان المخلوع كان قايم بالواجب. يعني نحن بنعاني من تراكمات 30 سنة. يعني من اول امبارح كان في بعض يريدون ان يكايدوا النظام والرئيس، يقولوا له انت عملت ايه في مع المطر؟ طب وانت متصور ان في 6 أشهر كان ممكن نظام الصرف والمياه كان يعني هيحصل؟ ده أصبح هو السياد القنوات كلها المطر وكذا وكذا، وبدأ نفس الكلام، أكنها يعني قضية لابد أن تحل في هذه اللحظة. كان لا يمكن. فنحن بالعكس بنعاني. من الناس كان النهاردة في أزمة طاقة، مين اللي عمل اتفاقات الغاز اللي هي باعت الغاز مجانا؟ مش بس الإسرائيل، احنا وقفنا الإسرائيل، لكن احنا كنا حتى وقت قريب نصدر لأسبانيا وفرنسا بأسعار أقل من الأسعار العالمية. يعني إحنا بنشتري من الشركة الأجنبية بالأسعار معينة، 4 مثلا أو 5 دولار، وبيعها أنا ب2. يعني أنا كده كنت بدعم فرنسا. صور مصر بتدعم فرنسا وأسبانيا وإسرائيل. ولا هذه الاتفاقات لازالت سارية حتى الآن في بعضها، وممكن يبقى النظام متحرج إنه يخش في تحكيم دولي وفي مشاكل.
ففي كثير من المصائب اللي احنا عايشينها هي نتاج المرحلة السابقة. فمش صحيح. وبالإضافة لتعمد وضع المشاكل اللي هو شعار أنا والفوضى، المقصود بإيه؟ تشكيلات البلطجية اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، دي الموجة الأخيرة هي ما بطلوش طول السنتين اللي فاتوا، حالة الفوضى، حالة عدم الأمان، حالة عدم تعاون أقسام من الشرطة، ما يسمى عدم تعاون أجهزة الدولة مع التنفيذ. يعني تمام، يعني قرار رفع السعر استلام الأرز أجهزة الدولة ما نفذتوش مع الفلاحين كما أراد الرئيس، يعني الرئيس بيصدر قرار وأجهزة الدولة بتعرقله. وهذا حدث في موضوع الرز، وحصل كمان في موضوع قرار في نفس الوقت وهو إعفاء الفلاحين من الديون اللي أقل من 10,000 جنيه. ما أيضا لازالت المحضرين بتوع البنك الائتمان الزراعي بيتارض الفلاحين اللي هم عندهم مديونية أقل من 10,000. وهذا أنا كنت في زيارة في كفر الشيخ من فترة، من أسبوعين ثلاثة، وقالوا لي نفس الفلاحين، قالوا لي المشكلة دي. فإذن في اللي هم بيسموها الدولة العميقة، هي مش عميقة ولا حاجة، هي الدولة اللي احنا شايفينها دي مش متعاونة مع القرارات الرئاسية. فلابد أن يحدث عموما كل العقبات دي كويس عشان تشير، زي الألم اللي بيشير لك انك لازم تشوف، تروح للدكتور تشوف الالم ده سببه ايه وتتعالج. فالالم نعمه كبيره، بس المهم انك تروح للدكتور بقى، وتروح لدكتور كويس يديك علاج. فالنهارده هذا التخريب اللي بيحصل لابد ينبهنا لضروره تطهير جهاز الدوله. النهارده اللي مش هي يعني يستجيب لعمليه البناء والاصلاح، او اللي هيعرقل قرارات صادره من رئاسه الجمهوريه، لابد ان يحاسب اداريا. وكبار المستشارين دول المفروض يعفوا فورا. عدم المد بعد المعاش، يعني تحصل عملية تجديد. توصلت حضرتك لجهاز ترهل إلى درجة إن ما فيش ناس بتخرج، وكبار ما بيخرجوش، بيبقوا مستشارين والشباب ما بيخشوش، ما بيتعينوش. صور حذر قرار فظيع إن ما فيش تعيين في الحكومة نهائيا. كنت لسه النهاردة مع خبير زراعي، فهو بيقول لي ده ان هو مسؤول او بيدار، هو استاذ في الجامعه ولكن في قسم الارشاد الزراعي. قلت له ده ما عادش في ارشاد زراعي. فقال لي ايوه، لان التعيين متوقف بقاله ربع قرن. فالمرشدين الزراعيين اتخرجوا، اللي اتخرجوا طلعوا معاش وما تعينش بدلهم. طب وده معقول؟ يعني اذا اصبح عندي فراغ. ده اهم حاجه في دور الدوله في الزراعه والمرشدين الزراعيين. نعم. فشوف التخريب النظام السابق وصل لإيه، وقد إيه أنا محتاج. صحيح أنا بشكو من إن في تضخم عمالة في حكومية، بس مش في كل حاجة. لو عندي نقص في المدرسين لازم أعين، لو عندي نقص في المرشدين الزراعيين إلى حد اللي ما عادش فيه خالص نهائيا، هذا جنون. أنت بتوفر مرتب، أنت كده بتدمر الزراعة. تعرف مين بقى بيحل محل المرشدين الزراعيين؟ الشركات القطاع الخاص اللي هي بتاعت الأسمدة والكيماويات، هي اللي تعمل، تروح للفلاحين وتديهم نصايح وفقا لمصالح الشركة. لا لا، لكن المرشد الزراعي بتاع الوزارة بيشتغل لوجه الله تعالى، وفق لمصلحة الفلاح، وبالتالي بيقول لمصلحة الفلاح. نعم. فيعني احنا على المهم المشاكل دي تنبهنا إلى ضرورة تطهير جهاز الدولة. كميل. طيب نشرك معنا بعض المشاهدين. السلام عليكم موهبة. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم، تفضلي. لو سمحت أنا عايز أتكلم مشكلة خاصة، يعني ملهاش علاقة بالحلقة. تفضلي. أنا زوجي محبوس في السعودية بقاله 4 شهور ومش عارفة عنه أي حاجة. والمشكلة كلها اللي عارفة أنه هو الشكل مع واحد من الهيئة بتاع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني من ساعتها معرفش عنه حاجة. طب مين قالك، مين قالك الأمر ده؟ إيه؟ مين قالك؟ والده هناك قال لي يا بنتي هو نظام هنا شريعة وما فيش حد، لا محامي يتدخل ولا أي حاجة، ولا اتحكم عليه حتى بحكم. هناك فين؟ في السعودية. سايبينه كده وخلاص. طيب دكتور مجدي هيعلي على تليفون حضرتك، شكرا جدا يا موهبة، وربنا إن شاء الله رجعوا لك بالسلامة. ده احنا عايزين بيانات، بنرجو منها انها تبعت لنا على القناه. طيب ممكن حالا تتصل مره اخرى وتبعت لي بعض البيانات؟ مش لازم على الهواء،
بعض البنات ممكن تسيبها في الكنترول استاذ مجدي حسين، في الكنترول واحنا هنتابع الموضوع، مجدي حسين هيتابع لك الامر باذن الله ونرد عليها في البرنامج اللي انت يعني ابعت لك الرد. طيب ماشي جميل. خلاص يا موهبه استاذ مجدي حسين بقول لحضرتك انت ممكن تصل بقى على القناه وتتركي بعض البنات الخاصه بالزوج الفاضل، ان شاء الله الاستاذ مجدي يتابع الامر وان شاء الله يرد عليكي في حلقه تانية او حتى عن طريق التليفون ان شاء الله. طيب استاذ مجدي ارجع مره تانية واقول يعني فلاش باك شويه كده لورا، ليه كلنا ننتظر حاجه في البلد بتعتبر هي المستهدفه؟ يعني مثلا ارجع مثلا معاك قليلا الوراء ايام ذكرى محمد محمود، وكان على راي دكتور محمد محسوب بيقول انا لما ذهبت الى هناك لاحياء الذكرى انا فوجئت ان في مستشفى ميداني، كان الامر مخصص لامر سيحدث فيما بعد. تطور الامر، اصبحت الجامعه يعني بعد ذلك وزاره الداخليه اصبح هناك في كان القاء بلوتوف وشيء من هذا القبيل، ثم تطور الامر على الجامعات الاساسيه، ثم الاعلان الدستوري، ثم الاستفتاء، ثم الدستور، ثم لنتيجه الاستفتاء على الدستور. أنا عاوز أعرف يعني هذه الأجواء ما الهدف الحقيقي من هذا الصراع الذي لا يهدأ لا بالليل ولا بالنهار؟ نعم، لا الحقيقة يعني كما ذكرنا أن النظام السابق، وإن كان تقديراتي أنا شخصية وتقديرات ناس كتير طبعا مش أنا لوحدي، أن هذا النظام لا يمكن أن يعود لأنه احترق نهائيا والشعب لن يقبل من أنه يعود، وبالتالي في حاجز، الشعب المصري وحاجز دون عودة النظام، لكن أصحاب المصالح بيقتلوا لآخر نفس. نعم. وبالتالي كل افتعال العنف اللي حصل في عدة مواقع عند محمد محمود وعند سيمون بوليفار من الناحية الثانية، نعم، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، ذاك الحقيقة كلام فارغ. يعني إيه إذا كنا إحنا أثناء الثورة ما كناش بنقتحم وزارة الداخلية، يمكن في أول يوم أو ثاني يوم كان في مظاهرات راحت عند الداخلية، لكن من ساعة اللي حصل الاعتصام تحرير ما كانش فيه تفكير في اقتحام أي حاكم. فإذا هذه أعمال مقصودة. النظام السابق لما قال أنا أو الفوضى كان الموضوع مترتب تنظيميا، مش كلمة بتتقال، فالبلطجية مسجلين بيتراوح تقديراتهم ما بين 170 ألف ل 400 ألف مسجلين في كل المحافظات، وبيحشدوا في مناسبات معينة كانوا بيستخدموا في الانتخابات. طيب أستاذ مجدي سامحني، ممكن بعض الناس يسمع هذا الكلام ويقول أستاذ مجدي هل بيتهم الموجودين في ميدان التحرير أو في بعض الأماكن بأنهم بلطجية، وده هذا يعني اتهام كبير من رئيس حزب العمل المصري؟ لا لا مش ده المقصود. المقصود ما هو أنت لسه بتقول الدكتور محسوب كان هناك، نعم، وده راجل محترم، تمام، وزير وفي حزب الوسط، وأنا في محمد محمود الأولى أنا كنت موجود، محمد محمود الأولانية اللي كانت قبل انتخابات مجلس الشعب، كنا بنحاول نفض الاشتباك، فكان في ناس بتضرب من الناحيتين ما احناش عارفين نسيطر عليهم، من الناحيتين بيضربوا لإشعال الموقف، ولا يوجد هدف نقول لهم ما عندناش هدف ان احنا ندخل وزارة الداخلية، تعالوا اقعد في ميدان التحرير، فتهدى الحكاية وبعد شوية يروحوا يضربوا. فإذا في عناصر ليس من الضروري ان يكون عددهم كبير في مثل هذه الأحوال، يكفي 500 يكفي 600 يكفي 150 واحد، يعني اللي راحوا حرقوا الجزيرة لو شفت التسجيل قناة الجزيرة ما كانوش يجوا 60-70 واحد، وواضح ان هم شكلهم بلطجية ومتصورين ودخلوا حرق الجزيرة لأغراض معينة، لأنه حسوا ان الجزيرة مش متعاطفة كفاية من وجهة نظرهم معاهم. ففي أعمال الحرق، حرق المجمع العلمي، ده حضرتك في قصر اتنهب، في قصر بس انا مش متذكر اسمه، جاء في ميدان بوليفار، دول صور، ما فيش صور بينهبوا، ففي ما احنا كاتبين عنه في العدد الاخير بس انا مش متذكر اسم القصر، ان هو مش مشهور قوي واتعمل مدرسه، لكن هو اثر تاريخي وكان لسه في حاجات تاريخيه اتسرق اثناء معركه بوليفار دي. وبعدين احنا بتشوف الصور، هل دول يعني الولاد شكلهم صغير واعترفوا بان هم في مساله التمويل. طيب في يوم اقتحام السفاره الاسرائيليه انا كنت هناك، حصلت موقعه جنبيها ما لهاش علاقه بالسفاره الاسرائيليه وتحملت على السفاره الاسرائيليه عند مديريه الامن، دول ضربوا، كانوا بيضربوا مديريه الامن، كل الحشد اساسا مركز على السفاره الاسرائيليه، ففي مجموعه الافساد الجو ده قاعده بتلم طوب وبتضرب مديريه امن الجيزه. يعني احنا مالنا ومال مديريه امن الجيزه؟ مديريه امن الجيزه سايبانا قدام السفاره ما بتعمل لناش حاجه. ودول اتقبض عليهم وقالوا ان هم، ده كلام على لسان وزير العدل في ذلك الوقت،
وقال لك دول راحوا في مزرعة في أول طريق مصر اسكندرية وخدوا فلوس وارتخدوا أوتوبيسات وحشدوهم عشان يهاجموا مديرية. ما هو المشكلة أستاذ مجدي إحنا بنسمع ولال ده وزير العدل. هو جميل قوي. أنا بقول لك وزير العدل في ذلك الوقت مش عارف كان اسمه إيه. ما إحنا بنسمع حاجات وبعد مثلا يقول لك مثلا إحنا عندنا أخبار إن فلان شخصية مثلا معينة أعطت نقود لأناس بعينهم وبعد كده بتمر الأمور وبنسمعش أي حاجة تانية بعدها. وهو ده في تفكك بقى. التفكك في الجهاز الدولة موجود. جهاز العدالة كل الناس بتطلع براءة. وبعدين لما نتكلم عن تطهير القضاء يقول انتوا بتقولوا كده ليه؟ كل الناس خدت براءة في كل الجرائم اللي حصلت في الثورة. ايضا الافراجات اللي بتحصل حتى بالجملة صحيح حصل في الاتحادية كلهم افرج عنهم. فطبعا انت في حالة سيولة. يعني انت في حالة جهاز دولة بينتقل من حال الى حال وما فيش في حالة الانضباط وفي نفس الوقت ما فيش في عدالة. احنا مش عايزين انضباط بالمعنى الغاشيم او الاستبدادي. طيب استاذ مجدي واحنا بنتكلم احداث المستجدة انا يعني هسأل سؤال واتلقى اتصال وارجع مرة تانية. احنا داخلين على الذكرى 25 يناير وفي كلام النهاردة يعني هو في الدعوات الموجودة النهاردة على مواقع النت للمظاهرة بعضهم بيقولوا مظاهرة سلمية والبعض الاخر بيقول احنا محتاجين نعيد ثورة مرة اخرى على مؤسسة الرئاسة. هل انت شايف هذا امر يستجد ويدبر له مرة اخرى لتتصل بعده سلسلة كبرى من الاحداث التي تدخل مصر في نفق مظلم اخر؟ اسمع الاجابة لكن بعد هذا الاتصال. معايا الحاجة سناء. السلام عليكم حاجة سناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ربنا يبارك فيك يا حاجة سناء. عايز أقول بفضل الله ما يحدث الآن من فوضى واضطراب وعشوائية وإن قل نوعا ما والحمد لله شيء طبيعي جدا لأنها مرحلة فاصلة بين عهدين عهد فاسد متجدر لعشرات السنين وعهد جديد ندعو الله عز وجل أن يكون عهد خير وبركة وتنمية وبناء وعمل وتطوير في كل المنشآت على كل المستويات الفردي والتجمعي بكل أشكاله. تمام. ولا بد أن يقل الكلام ويكثر العمل بل يتعدى الأمر أن يكون التعاون من أصحاب الفضل للمساهمة في البناء لا ضير أي أنواع البناء أو الأعمال الخيرية لرفع الاقتصاد والنهوض بالمجتمع لمساعدة الجهاز الرئاسي في التنمية حتى نقيم دولة مسلمة قوية. نعم. ونقول بحق الإسلام قادر على بناء الإنسان والبنيان والكل يتغير للأفضل والأحسن سواء على المستوى الشخصي أو التجمعي. صحيح كلام جميل يا حجة سناء. فعلا احنا محتاجين النهاردة بجميع طوائف المجتمع أن تتغير لبناء هذه الدولة المصرية. شكرا جدا على اتصالك. أرجع تاني هل نسير لو تم هذا الأمر لا قدر الله إلى نفق مظلم آخر وانت شايف الأجواء هل فعلا هم بيجيشوا الجيوش ويحشدوا الحشود لمثل هذه الأمور ولا هتمر يعني تظاهرة عادية أو احتفاء عادي وينقض الأمر؟ لا أنا مع الأخت سناء ومع التفاؤل الشديد وعدم المبالغة في هذه الأحداث رغم هناك في بعض الدعوات على النت بتطالب بالحشد لإقامة ثورة مرة أخرى. ما هو ده بيحصل من يوم 24 أغسطس أول الميعاد كان 24 أغسطس. نعم. بعد ودي اللي عجلت بإجراءات 12 أغسطس لعزل المجلس العسكري. نعم. لاتخاذ الرئيس مرسي وحدثت كل بقى من مسلسل مستمر أصبح متصلة متتابعة. نعم. لحد الاتحادية هذه محاولة أخيرة إن شاء الله تكون الأخيرة ده والمفروض أن هنا في شيء فاصل حصل وهو الدستور. الدستور نقلنا من وضع إلى وضع رغم كل ما قيل بالنهاية حتى اللي هم انسحبوا أو ما انسحبوش هم شاركوا في صياغة 90% من هذا الدستور. نعم. وفي النهاية ارتضوا انهم يروحوا للصندوق. فلما يرجعوا بعد كل ده يقولوا لا احنا مش معترفين بالدستور بيبقى موقفه ضعيف. لا انت رحت وخدت 30% او 35% يعني حوالي التلتين وهم كانوا بيقولك لازم التلتين فهو تقريبا حصلنا التلتين. فهنا ده بيضعف الموقف اللي بيدعو للاضطرابات لان بقى هنا عندنا اساس دستوري وفي وسيلة دستورية وقانونية للتعديل.
طيب دكتوري العزيز، فالجمهور مش هيستجيب. طيب يعني انا انا في سؤال عندي ممكن حضرتك حتى لو انا معترض برضو مش هيستجيب، انا كمواطن ممكن يبقى لي اعتراضات على الرئيس. قد يكون ده عن الاستاذ مجدي لك يعني. لا انا بتكلم على المواطن العادي. نعم، ما انا مش بتكلم عن نفسي، انا برضو احنا بنحتك بالناس وكده، فشريحة كبيره من المواطنين مش يعني 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 رايها ان خلاص انتهت هذه هذه الاساليب، وفي معارضه في انتخابات جايه بعد شهر ونص، ورينا قدرتك على الحشد والأصوات. ما هو قد يكون هذا أيضا أمر مدبر لتأجيل الانتخابات لأكبر فترة ممكنة، يعني حتى ينتشر هؤلاء في الشارع المصري، يعني إذا كان هناك أصلا لهم انتشار بالمعنى المطلوب يعني. لا أنا رأيي هذه الظاهرة بتتجه للانطفاء يعني. ليه؟ لأن أولا هي ظاهرة خارجية، فيها في نفوذ أمريكي صهيوني، أمريكا كانت تحت السيطرة الأمريكية الصهيونية وبتفلت منها، وبالتالي كل ما زرعوه على مدار الثلاثين سنة، وما الثلاثين سنة وما مش بيحطوا جواسيس أجانب، وما بيخترقوا الشعب المصري، وبالتالي هذه الاختراقات اللي شغالة بقالها 30 سنة. دكتور أحمد كمال والمجد قال كلمة عجيبة في في الفترة الأخيرة، بيقول إن الدول الأجنبية بتضخ بعشرات الجواسيس موجودة في مصر، يعني هم يتضاعفوا 10 مرات عن المخابرات المصرية المحلية الموجودة في البلد. لا دي أسهل حاجة، الجاسوس الأجنبي ده بما فعاليته محدودة، اللي جايب جنسية، المشكلة المصري اللي المجند مجند، ومهم ما تجندش كجاسوس، اللي هو بيدي معلومات بالشفرة زي الأفلام اللي بنشوفها بتاعت التجاوزيس، بيعمل حاجة أكتر من كده، وبيعمل عمل سياسي صالح للدفاع عن المصالح الأمريكية، وبيحقق مصالح من خلال ده كرجل أعمال. طيب أنا لما أقرأ في جريدة الشعب كلام يعني وحضرتك بترس هذه المجلة، بتقول إن في فضيحة، ده عنوان الكلمة، قيادات جبهة الإنقاذ اجتمعت بعناصر مخابرات أمريكية في شرم الشيخ. نعم، إيه الفضيحة في هذا الأمر؟ الفضيحة أن جبهة الإنقاذ فيها عناصر فعلا متصلة بالنظام الأمريكي، وهذا ليس اللقاء الوحيد اللي حصل في شرم الشيخ، في لقاءات حتى علنية يعني، السفيرة الأمريكية راحت واجتمعت في هذا مع الكل، هذا مع معظم الأحزاب حتى كمال الحرية والعدالة، وأعتقد حتى النور تقريبا، لكن الاجتماع الرسمي كمتعدد. لا مع الجبهة حصل نوع من الحوار، وهم نقلوا لنا بعضهم حكوا عنه يعني، أحد الحاضرين حكى أن السفيرة قالت لهم أيوة كده شد حيلكوا، أنتوا كنتوا زمان عددكم قليل فمش عارفين نقف معاكم، لما مظاهراتكم تكتر هنقف معاكم أكتر. واحد من الحاضرين يعني مش عايز اقول اسمه، صحفي في الاهرام، قال كده، قال كان حاضر في الاجتماع مع السفيره في الوفد. فاذا العلاقه ما هياش سريه وسويره، اسم معروف علاقته بامريكا ايه يعني، في الشبكه معروفه. حضرتك بتؤكد كلامه، والعلا ماضي مهندس ابو علا ماضي لما تكلم بيقول انا سمعت من احد اطراف هيئه الانقاذ بتقول او جبهه الانقاذ بيقول انا لا امانع في ان تسقط الدوله في مقابل الا يستمر الاسلاميون في الحكم. ما هو ده اللي بيعملوه فعلا، هو لما حصل هجوم على مقرات الحريه والعداله ب 30 مقر يتحرقوا، هذا عمره حصل في مصر؟ ما حصلش ولا ايام الانجليز ولا ايام مبارك ان 30 مقر في الحزب يتحرقوا. يعني هذه عمليه مدبره مش عمليه تلقائيه، وهم يعني بيحرقوا مصر فعلا. وبعدين قفل ميدان التحرير شهرين ليه؟ عشان ايه؟ في ميدان التحرير، تعال ننزل دلوقتي ونروح نعد، شوفي كم واحد هناك، مش هتلاقي 60 70 واحد. طب ليه معطل المرور في مصر ومدي احساس شهرين ان مصر واقفه؟ عشان ايه؟ فهنا دي عمليه نفسيه تخريبيه، اللعب في الدولار يعني، هنا في ان الناس بتنزل تشتري الدولارات وبتشان ترفع سعره، مجموعات بتنزل تشتري بشكل جماعي، وهذا كلام واضح. ففي عملية تخريب اقتصادي، تجي لك رسالة على التليفون يقول لك اسحب فلوسك لأنك بعد مش هتلاقيها في البنك، مش هتلاقيها. ودي حصلت يوم ليلة انتخاب مرسي أو الإعلان نجاحه، تقول لك اسحب فلوسك من البنك لأن البنوك هتبقى فاضية. يعني هذا أسلوب مش مفيش واحد وطني ممكن يعمله، أسلوب مستفز. لا ده أسلوب خياني. أنت يعني كده بتخرب البلد، وبتخرب في البلد اقتصاديا، وبتخربها ونفسيا، وبتطفش كل الاستثمارات الوطنية قبل الأجنبية. نعم، حتى انت لو مصري معاك فلوس هتستثمرها ازاي في الجو ده؟ فبتركنها.
أنا ما بحاولش على أي استثمار أجنبي، أنا عايز الاستثمار المصري والعربي والإسلامي هيجي إزاي في المناخ ده؟ فما أنت بتعمل مناخ بهذا الشكل يقول لك ما فيش سياحة، وهل سياحة ما نقصتش ولا حاجة رغم كل ده؟ يعني نقص حوالي مليون سائح، يعني كان بيجي لك مثلا مليار، يعني كان بيجي لك 10 مليار جم 9 مليار، كويس إن الخسارة جت على قد كده. طيب. ومع هذا يقعد يقول لك السياحه اتضربت من كتر الكلام في ان السياحه اتضربت ده بيضرب السياحه. ما هو في سؤال برضه دلوقتي، بعض الناس ممكن يقول يعني هذه الاحداث المتكرره والتي لا تنقطع الى هذه اللحظه هل تعتبر اعاده لانتاج الحزب الوطني حتى ولا بمسمى جديد، او حتى يعني بطريق اخر ممكن اعضاء الحزب الوطني القديمه يركبوا على بعض اكتاف من يسموا بالوطنيين في مصر، يخلوهم كده زي ما نشوف في مسرح العرايس كده كالدميه زي الصليبه اللي ماسكه كده العروسه يحركون كيفما شاءوا. ما هم الحزب الوطني رجع تاني يعني في التحرير، ناس كتير من الحزب الوطني رموز معروفه في المحافظات رجعت، غير ان شفيق بيعيدهم من الخارج، لكن اساسا احنا عارفين وجوه الصف التاني في الحزب الوطني وفي منهم ناس معروفه، مدير حملة عمر سليمان، واحد زي شوبير أنا مضطر أقول اسمه رغم عدم أهميته لكن عشان أثبت أن الحزب الوطني موجود في التحرير. نعم. لما كان في ناس في التحرير دلوقتي مفيش حد خالص يعني يذكر، في تحالف بين طرفين، تحالف بين الحزب الوطني تحت أشكال كتير، ما هو عملوا حزب اسمه التنظيم الوصليين المصريين الأحرار باين، ما هو ده ولو السويرس مسؤول عنه. فعملوا 3-4 احزاب وهم خدوا اظن 11 مقعد او 12 مقعد في انتخابات مجلس كل احزاب الحزب الوطني، مع الدعاء الضخمه والاموال المنفقه بطريقه يعني صعبه جدا. فالحزب الوطني موجود كصف تاني وكشبكات، والبلطجيه اساسا مرتبطه بالحزب الوطني، فكل ما تلاقي بلطجيه اعرف ان انت شغال مع الحزب الوطني، لان دي كانت دايما الجناح المسلح بتاعهم. هذا الطرف مع عملاء امريكا واسرائيل تحالف مع العلمانيين من اليسار والناصريين اللي كرهوا ان يحكم البلاد اسلاميون، فقال لك هنتحالف مع الشيطان. حتى احنا بنقابلهم نقول لهم انتوا يا اخوانا انتوا ضد امريكا واسرائيل، ايه اللي ماشيكوا مع عملاء امريكا واسرائيل؟ يقول لك لا انا ما اي انا الاخوان هم اللي اضطرونا كده، لا احنا مش عايزين الاخوان يحكمونا، هنتعامل مع الشيطان. فطبعا تفضلوا اما تتعاملوا مع الشيطان انتوا اللي هتخسروا، لان ما تكون انت يساري وماشي مع عميل الامريكي يبقى انت اللي هتخسر مصداقيتك كيسار، وبالتالي اليسار هو اللي بيخسر. الناصري اللي بيمشي مع عميل الامريكي واللي بقى لسه زاير اسرائيل وراجع وياخدوه بالحضن ويعملوا معاه مؤتمر صحفي، اللي هو مين؟ عمرو موسى. نعم. موسى راح زار اسرائيل. نعم. في الفترات الاخيره دي فعلا في نوفمبر. نعم. يوم 5 نوفمبر راح نابلس ومن هناك سرح على اسرائيل. واساسا داخل بتاشيره اسرائيليه، ما حدش نابلس مش مفتوحه يعني. ركب طياره هليكوبتر من الاردن بتاشيره طبعا من المخابرات الاسرائيليه، وده طبيعي اي واحد يدخل يعني مش عمرو موسى بس، يعني اي حد هياخد لازم اذن المخابرات الاسرائيليه الارض المحتله. وبعدين قابل ليفني. نعم. قابل ليفني سرا وده 12 في المواقع الاسرائيليه. فتيجي انت بعد كده تاخده وتقول الناصري ده انت يا ناصري كل راس مالك ان انت بتقول انك ضد الصهيونيه ضد امريكا. فهذا التحالف اللي موجود في الجبهه الوطنيه ده اللي بيسموها الانقاذ كله بيخسر فيه، لانه كلهم يعني بيضربوا بعض نفسهم، كل واحد بيضرب مصداقيته. انت ليبرالي ماشي مع شيوعي ليه؟ ايه اللي بيجمعكم؟ الا لو هو العداء الاسلام. ف واحد شيوعي يمضي على ورقه بتقول الاقتصاد الحر، طب اذا كان الشيوعي قايمه على رفض الاقتصاد الحر، فبالتالي بيبيعوا مبادئهم هم من اجل وبيبان ان هم متحالفين ضد التيار الاسلامي، فهيخسروا وده اللي هيخسرهم في الانتخابات طبعا. وبالتالي انا متوقع ان هم ممكن ما يقدروش ينزلوا في قائمه واحده. طيب. فهو ده اللي كبر الظاهره، اللي كبر ظاهرة المعارضة اللي في الشارع اللي عاملة لنا فوضى دي هم ارتباط العنصرين ببعض، بقايا النظام القديم مع التيارات الليبرالية اللي شاف بدل ما تشوف ان الاسلاميين اقرب ليها رغم الخلاف الايديولوجي، لا شافت انها تمشي مع عملاء امريكا واسرائيل والحزب الوطني والحمله بتاعت عمر سليمان ومع احمد شفيق وما تمشيش مع الاسلاميين وما تستناش الانتخابات، لان مش واثقين في الانتخابات. ما
دي أهمية طرح فكرة الإسقاط النظام. ليه تقول إسقاط النظام وانت عندك انتخابات؟ طب انت لو خدت أغلبية تتشكل الحكومة، بالتالي يبقى الرئيس مرسي محاصر. هو صحيح الدستور بيقول هو يعين، طب ما هو لو معهوش أغلبية خلاص البرلمان هيرفض اللي هيسميه. يبقى الحل التاني ايه في الدستور الحالي ده؟ هو مش عاجبهم ده، ان الأغلبية تشكل، حزب الأغلبية يشكل الحكومة خلاص، وانت هتوقف والرئيس ما يقدرش يقول لها لا، ما عندوش فيتو على تشكيل الحكومة. فانت عايز ايه اكتر من كده؟ كده خدت نص السلطة التنفيذية وخدت السلطة التشريعية كمان، اذا كنت خدت الأغلبية يعني. نعم نعم. فيبقى فاضل لك ايه؟ ناقصك ايه ده انت تبقى لكن لانه هو مش عارف حجمه في الشارع. في الشارع نعم. وهو بس بيغلوش احيانا بينجح اعلاميا فبينقص شعبيه هذا التنظيم او زي. المشكله ان ميديا الاعلام تقريبا هي ابواق لهم في كل مكان، بس ده بينقص في النهايه 5% 10% بالكثير قوي، زي ما حصل في الاستفتاء. لكن في النهايه المواطن لما هيروح يقف قدام الصندوق هو ما عندوش اساسا خيار، لان التانيين مش موجودين، هم مش واخدين بالهم. يعني في قرى باكملها وهم قاعدين في التكييف هنا، لكن احنا بنلف وعارفين بنشوف، بنروح قرى باكملها، مدن باكملها، مراكز باكملها، في اقاليم باحلها ما حد لا ذكر لهم. يعني ما لهمش مقرات اساسا، ولو لهم مقرات مقفوله، ولو لهم واحد يبقى ليهم واحد. دول 40 50 حزب، يعني لو بحثت في السجلات منهم 24 حزب نشأوا في عهد مبارك. فهم نتيجة إدراكهم لهذه الحقيقة، هم عارفين بيعملوا الحشد ده إزاي، دي مش شعبية. نعم. رغم أن السفيرة حيتهم أن هم تشطروا بهم بيحشدوا، بس أنا هم عارفين أن الحشد ده تعمل إزاي، الفلوس لعبت فيه دور كبير، وده ما ينفعش في الانتخابات. الإعلام اللي عم دور أكبر، لا غير الإعلام، إلا بكل الحشد التنظيمي. نعم. اتعصر ازاي؟ اللي عندهم مصانع في العاشر من رمضان وفي المناطق القريبه من اللي كانوا في الحزب الوطني، جابوا العمال بتوعهم والعاملين بتوعهم في اتوبيسات وحطوهم، وده مسلوب مش ما يقدرش يستمر على طول، لان مش كل العمال دول بيأيدوه فكريا. فممكن يروحوا هناك وما يبقوش معاه، لكن في ليله معينه في لحظه معينه او بيعمل بيهم زحمه وبيديهم الاجر مدفوع ووجبه ومش عارف ايه وإيه. ده مصدر. مصدر تاني مع الأسف الكنيسة تلعب دور حزبي، احنا مش ضد المسيحي يشتغل في السياسة، بالعكس احنا عايزين مواطن مسيحي يشتغل في السياسة ويعبر عن رأيه، لكن الكنيسة ما تتعاملش الحزب، عايزة تبقى حزب تقدم بقى طلب للجنة الأحزاب. تمام. فبيطلع أوتوبيسات من الكنائس من أول إنا وأسوان مش من القاهرة. أنا شفت ده بنفسي في إنا، 3 أوتوبيسات طالعين من قدام الكنيسة في إنا أيام الاتحادية والحتة دي، أنا كنت هناك في جولة في إنا وسوهاج. إذن حشد كنسي، عشان كده تلاقي معظم المصابين اللي كانوا قدام الاتحادية كانوا مسيحيين ومن شبر. النقطة، وده حشد مش منطقي ومش طبيعي. تمام. الحشد الثالث اللي زود عددهم البلطجية بالفلوس، بس ده في ساعة التصويت ما بينفعش. ساعات التصويت في النهاية، أصل أنت ممكن تعمل هيصة بعشرة آلاف واحد، تعمل هيصة بعشرين ألف واحد، لكن في ساعة الانتخابات أنت عندك 32 مليون صوت اللي راحوا مجلس الشعب. ففي النهاية هتجيب كم بلطجي؟ هتجيب 400 ألف. عدد المسيحيين كام؟ ففي الانتخابات، واحنا ما نرجوش ان المسيحي يتعامل مع التيار الإسلامي كده، ما بنهمش أي مصر أيا يعني كان، بس احنا بالعكس احنا بنقول لهم صحيح صحيح. احنا عايزين نفس طويل عشان لحد ما يدركوا ان التيار الاسلامي مش بيعاديهم. نعم نعم. وبالعكس ان هم ممكن ان التيار الاسلامي هو اقرب الناس للمسيحيين. جميل. طيب اسمع متولي هيقول ايه وارجع لحضرتك مره ثانيه. استاذ متولي السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. يا مرحبا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم حضرتك. اهلا وسهلا. سلام للدكتور للاستاذ نجد حسين. اهلا وسهلا. سلام لي اولا وربنا كده ان شاء الله يجعل مصر يعني في امور طيبه وفي رخاء. بقول للاستاذ مجد حسين انا عايزك تحلل لي تحليل صحفي، وانت راجل اعلام وصحفي مش من النهارده، اللي ما يعرفكش يعني جهاد مع الحكومه ومع يوسف والي وجريده الشعب وحزب الشعب والله يرحمه ابراهيم شكري وغيره وغيره وغيره، بسم الله ما شاء الله. يعني في حاجه حضرتك اللي بيحصل قدام الاتحاديه دلوقتي
كل القنوات اللي ربنا يهديهم علينا اخوان 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 بيضربوا الناس. دي حاجه تحليلك اولا، دي حاجه تحليلك السياسي من الناحيه السياسيه البحثه في التحالفات اللي هتحصل مع الاحزاب اذا كانت اسلاميه او الليبراليه والعلمانيه. وانا بصراحه من انا اسمي متولي سماحه من المنصوره بقول للاخوان ما تعملوش زي ما عملتم في الانتخابات اللي فاتت، بتخسروا كتير. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك، بسال حضرتك وانت شايف النهارده الاحكام اللي حصلت على بعض القنوات احكام مضاده، انا ما بعلقش على حكم القضاء، انا بحلله كراجل في الشارع. احكام، وفي النهارده حكم حصل باعاده فتح قناه دريم مره اخرى واغلاق قناه الحفص. اتفضل يا استاذ متولي، سامعك. طيب يعني برضو انا اعلق نفس الكلام بتاع الاستاذ متولي بيتكلم، هي مشكله الاعلام دايما هي المشكله المؤرقه. وحضرتك لك يعني في خبر هنا عندك بيتصدر الصحف، الصحيفه عندك قصه صعود صاحب السي بي سي من قواعد المراحيض الى عقول مصريين. يعني ايه الكوكتيل ده اللي ممكن يشكل العقول بهذه الطريقه؟ ايوه، ما هنا احنا بنتكلم عن قصه صاحب المليارات وعايزين نعرف هو جابها منين. يعني 3 مليار ازاي واحد يعني، ومش عشان انا في القطاع الخاص اروح اجيب 3 مليار دولار واقول له وافتح واشتري 20 قناه ومحدش يقول لي انت جبت فلوس دي منين وهو جاي من الخارج يعني. لا، وانا عاوز بس اقول حته كمان للمشاهد الكريم، احنا بنتكلم عن استاذ مجدي حسين، مش حد يعني مع احترامي لمقامه جايبه من بره المدينه. ده الاستاذ مجدي حسين قامه كبيره جدا ومعروفه ورئيس حزب العمل، فالكلام كلام يعني كلام يعني. الله يخليك، اتفضل يا فندم. ف لا يعني فكره ظاهره. طب معلش ممكن اخ متولي يرجع مره ثانيه معايا وارجع لحضرتك؟ اتفضل يا استاذ متولي. السلام عليكم يا فندم. اكمل فضل. بس فكرتي معلش هقطعكم بس بسيط. طيب اولا وفي حاجه يعني، في لو انت بصيت لوزاره الاوقاف حضرتك النهارده عامله شغل كويس جدا في بعض المحافظات وتعيين ناس، مفيش من الاعلان التاني. بص يا فندم مش عايزين يجيبوا حاجه فيها نبض فيها روح فيها قلب كده فيها نبض فيها انتماء للبلد. مش معنى ذلك ان بقول الدنيا حلوه ولا مفيش مشكله اقتصاديه، اكيد في اكيد في ممكن اختيارات غلط في الوزراء والكلام ده كله. يعني النهارده لو انت بس بصيت لانجازات ان شاء الله اللي هتتحقق على ارض الواقع لوزاره الاوقاف حاجه كويسه جدا، مفيش حد بيتكلم فيها حضرتك. الحاجه الثانيه بس حضرتك اللي انا بقول، برجع تاني بقول احنا النهارده واخد بالك امبارح باسم على القناه اللي هي بتاعته دي، والله العظيم لو حد شاف البرنامج اللي عمله اقسم بالله يشمئز منه كل حاجه. واخد بال حضرتك؟ والمحكمه ما حكمت زي ما انت شايف سمعت، وحضرتك وقناه الحافظ زي ما انت سمعت، يعني حاجات بتحصل والله ما انا عارف. انا برجع لورا ولا بطلع قدام، انا ما بعلقش حضرتك عشان ما فيش حد مفهوم. هو ما حدش فينا بيعلق على احكام القضاء يعني او بيعترض على احكام القضاء، احنا ممكن نتكلم عليها كتعليق عام. طيب وصلت فكرتك يا استاذ متولي، شكرا جدا على اتصالك معانا. يعني انا يعني هاخذ كلمات استاذ متولي سريعا جدا، هتكلم عن الاعلام وحضرتك اللي زي ما قلت الان اتى من المراحيض او من قواعد المراحيض الى عقول المصريين ليشكل العقول في هذه الفتره، بل ربما بهذه القناه يغير قرارات وقوانين. ايوه يعني المقصود بقواعد المراحيض انه كان في شركه بتنتج قواعد المراحيض. نعم. وكان بيشتغل فيها يعني، حتى مش صاحبها. كان مجرد يعني شغال فيها. تمام. فيعني القفزة المليارية دي عايزة تحقيق. يعني مش معنى ان انا في القطاع الخاص وهشتغل في مجال الاعلام، الاعلام ده خطر جدا لانه هو ده مجال العقول وصراع على العقول والقلوب، وبالتالي المواطن ليس متفرغ للبحث العلمي. يعني انا مش هقعد اشوف قناة وبعدين هروح افتح النت اشوف كلامها صح ولا لا واعمل مقارنه واسال خبراء. انا في النهايه انا مواطن معرض للتاثر. نعم. وبالتالي نزاهه الاعلام مهمه جدا، وبالتالي لابد يكون في رقابه اعلاميه بالمعنى السياسي والوطني، مش رقابه بالمعنى ان انا رقيب بيقعد يراقب الاخبار. زي مجلس وطني اللي هو المفروض يتشكل، مجلس الاعلام الوطني او ميثاق شرف. يعني هنا في اكاذيب مؤكده، انت بتثبت ان في اكاذيب لما ينزل اعلام مدفوع الاجر ويقول لك هذا الدستور بيبيح ذبح المصريين كده، ده كان اثناء الدستور. نعم. وبياخدوا فلوس عليه، يعني انت بتذيع الاعلان وبتاخد عليه فلوس
وهذا الكلام يقال في البرامج. طب قولوا لنا بقى انهي ماده اللي بتريق دماء المصريين؟ فما يلاقوش. تيجي تقول لي تقول لك ده الدستور بيدعو لحبس الصحفيين. فين يا عم الدستور؟ ما فيش فيه حاجه. يقول لك اصله ما قالش عدم حبس الصحفيين. ما هو الدساتير المفروض ما تخشش في التفاصيل دي. يقول لك ده دستور في ماده ان سينا ممكن تروح تتباع لاسرائيل او للفلسطينيين. نقول له فين يا عم؟ ما فيش ولا ماده. صحيح في الماده صحيح. يقول لك في ماده بيقول لك ايه ال يجوز ان الرئيس تأكيد قناة السويس وشيء من هذا القبيل برضه. لا الرئيس بيوقع على اتفاقات تمس السياده، فاخدوا كلمه السياده دي معناه انه ممكن يبيع حته من الارض. يعني كلام خرافي ما يعملوش حتى عميل حقيقي ما يعملوش. ما حدش بيبيع ارض بلده يعني. فاذا هل هذه القنوات اللي بتقول اكاذيب دي ما بيفيش دي عقوبه عليها؟ فاذا لابد من نظره شامله لقضية عدم استباحة الناس، لأن القنوات دي بتخش البيوت والناس مش فاضية عشان تقعد تدرس الكلمة دي صح ولا غلط. وهو بيقول لك يلا ادي. ما هو بعض الناس النهاردة بيستعجب أن يفتح الباب مرة أخرى لقناة دريم لتعود البث من خارج بيت الإنتاج الإعلامي من الخارج. من الخارج، وتغلق قناة زي الحافظ مثلا لمعاقبة مثلا ضيف معين. معنا أنا نقر بخطأ الضيف، يعني الإسلام طبعا لا يحب أبدا التطاول، لكن تعاقب قناة كاملة. وفي الوقت التاني في عندنا بعض القنوات زي إبراهيم عيسى، باسم يوسف وغيرهم من هذا القبيل، بيقول ألفاظ يعني أنا الواحد ما يقدرش يرددها طبعا، لكن وتترك ولا عقوبة يعني. وفي الآخر يقول لك دي حرية. يعني حتى بس مش بيتكلم في مره من المرات بيقول ده المفروض يفخر الشعب المصري وتفخر حكومه مرسي ان عندهم برنامج زي ده، برنامج بيشتم طبعا. لا عموما انا بقول على مسؤوليتي انا، ان القضاء لابد من اعاده النظر فيه بشكل وفقا للدستور الجديد. لابد من اعاده التشكيل. يعني في ماده صريحه في القانون كانت بتفرض ان ما حدش بيخدش سلك النيابه والقضاء الا المتقدمين دراسيا. دلوقتي لما يكون في 1000 في النيابه العامه او في القضاء وداخلين بمقبول، انا بقرار تنفيذي لابد من هؤلاء يخرجوا. معلش انا عارف احنا دلوقتي احنا معرضين للمحاكم انها تكون غير متعاطفه معانا. فلكن احنا طول عمرنا بنقول الحق، ما يهمناش العواقب. تطهير القضاء هذا غير معقول، غير معقول انك تسقط نظام وتسيب القضاء بتاعه اللي هو عامله. هل معقول يعني ان هذا النظام ما افسدش القضاء؟ يعني ما احنا عارفين انه افسده. فكيف تغير السلطه التنفيذيه وتغير السلطه التشريعيه؟ ده حتى الجيش غيرته. يعني الجيش عن طريق خروج المجلس العسكري وخريج 70 لواء حصل تطهير طبيعي، يعني اللي هو الأجيال الأحدث خدت مكان، حصل تطهير منطقي. القضاء زي ما هو ما فيش غير النائب العام بس اللي اتشال. طبعا هذا كان غير، لكن هي منظومة تطول بإذن الله، لكن ربما في القريب العاجل يحصل يعني ما تتمناه. ده لازم يحصل، بس هو تأخر. فعشان كده احنا بنعرقل. يعني هو حل مجلس الشعب ده كان شوية، انت مش معطل بلد كده؟ في 32 مليون واحد يروح يصوتوا، وبعدين تقول لهم خلاص فركش وضحكنا عليكم هنعملها من تاني. والله في المحكمه الدستوريه قالت ان في المانيا واحنا في الازمه دي، قالت ان في قانون ده غير دستوري في الفقره الفلانيه، والبرلمان الالماني قال لها شكرا، لكن اراده الشعب انها انتخبت هذا البرلمان مش هنحله. فكرة حل البرلمان كان، وهم مجتمعين بعد بكرة الله أعلم هيعملوا إيه، هتبقى مفاجأة المفاجآت. يعني هل يجوز في عهد جديد وعملنا دستور جديد يقول لك أنا عندي جلسة قديمة؟ جلسة قديمة إيه؟ ده إحنا دستور جديد كان مفروض تتحل الجمعية دي المحكمة وتؤسس. وهو مع الأسف الدستور فيه الناحيتين، إنه خفض العدد من 19 لحل. نعم. لا وبعدين قال إعادة تشكيلة، بس إعادة تشكيلة وفقا للقانون اللي لسه ما اتعملش. فعلى ما يتعمل القانون في البرلمان، احنا عندنا أكثر من 12 ألف قانون مفروض يعد بعد مجلس الشعب. هل يجوز في عهد بائد عهد سابق؟ يعني دلوقتي المحكمة الدستورية مرتبطة بإيه؟ بالدستور. هذه المحكمة كانت بتفتي وفقا لدستور 71، دلوقتي في دستور جديد، يبقى إزاي القضية تترحل؟
زي القضية المفروض تشطب إداريا وتبقى دي محكمة جديدة خالص. فمجرد أنا مش عارف هم ناويين يعملوا إيه بعد بكرة. طيب يعني بعد بكرة بمناسبة هيناقشوا ممكن يحلوا مجلس الشورى ويعطلونا تاني. دي مشكلة صحيح. ده أما الجمعية التأسيسية خلاص خلصت. طب بمناسبة الانتخابات والبرلمان واحنا بنين الحلقة لأن سبحان الله وقت الحلقة مر سريعا. التحالفات القادمة وجهة نظر حضرتك فيها إيه؟ وأنتوا كحزب عمل يعني هل في نية تتحالفوا مثلا مع حزب معين ولا لسه لم يبت هذا الأمر عندكم في الحزب؟ عموما أنا شايف إن الانتخابات هتكون قريبة من المرة الماضية، هيكون في أكتر من قائمة إسلامية وأكتر من قائمة علمانية. يعني هل تتوقع أن النور والإخوان لا يتفقوا في قائمة واحدة؟ يمكن. أصل الوقت الخريطة اختلفت لأن النور بقى خرج منه الوطن. نعم. فبقت وفي حركة الشيخ حازم. ما هتنضم يعني كما سمعنا تنضم مع الوطن. في واحنا معاهم يعني في حوار جدي الان بيننا احنا الوطن. يعني مع مين بالضبط؟ مع النور ولا مع الوطن؟ لا مع الوطن والشيخ حازم وحزب العمل. يعني في كلام جد تنضموا في القائمه بتاعتهم؟ فيهم بدا الحوار جدي. لكن لسه الامور في خطواتها الاولى. احنا كان دايما فكرتنا المثاليه القديمه ومن الانتخابات ان يكون في قائمه اسلاميه واحده، رغم ان ده هيعمل مشكله لان الرموز الاسلاميين كتير والمقاعد قليله يعني قوائم يعني طبعا مش كل قائمه بتنجح. تمام. فبتبقى عايزه تضحيه علشان تحافظ، لكن من الصعب انك تجمع الكل في قائمه واحده. فانا رايي ده مش هيبقى مؤثر لان القائمه النسبيه بتكمل بعضيها زي المره اللي فاتت كانت في قائمه النور وقائمه الاخوان وقائمه الوسط ومع هذا كملوا بعض. فأنا رأيي الخريطة مش هتختلف كتير. طيب أن أسمع كلام حضرتك في نهاية الحلقة تقول إيه وهل تتوقع عدد أكبر الإسلاميين في انتخابات الشعب القادمة ولا القصة قد تختلف عما قبل؟ لا زي ما أنا قلت هتصدور برضو في نفس المعدل. لو تذكر من أيام الاستفتاء الأول وان كان طبعا مش معنى لا قال نعم اسلامي ولا قال نعم لا نعم زي ما هم بيقولوا هيخش النار ما احنا ما حدش فينا قال كده. لكن عموما ان التيار الاسلامي كان بيدعم 77% وفي الشورى خد التيار الاسلامي 85% و75% في الشعب. فانا بعتقد انه هيكون ما بين 60% و70% للتيار الاسلامي. يعني تقول اغلبيه؟ اكيد والله إن يعني الله. ان شاء الله كما نتمنى ذلك يكون الاغلبيه في مجلس الشعب. زي ما قلت لحضراتكم في اكثر من 12 الف قانون سيعدل في مجلس الشعب طبقا للدستور الجديد طبعا واذا كانت الاغلبيه اسلاميه ان شاء الله كما نتمنى يكون الدستور موافق لراي او غالبيه الشعب المصري. انا بشكر باسم حضراتكم في نهايه الحلقه استاذ مجدي حسين رئيس حزب العمل ورئيس تحرير جريده الشعب. شكرا لك دكتور حسين. اهلا بك فرصه سعيده. ربنا يبارك فيك واحنا يعني سعداء بهذا الحوار الهادئ. شكرا الرزين. احنا كنا النهارده وكنا نويت كمان الحوار الوطني لكن هذا الحوار دفعنا لبعض النقاط اللي فعلا احنا استوضحنا عنها في هذا اللقاء. شكرا. بشكركم على حسن المتابعه. تصبحوا على خير. السلام عليكم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله.